اليوم اجتماعنا مع الجهات اللي في إدارة التنمية البشرية والتنمية الإدارية. احنا بدينا من يوم الخميس، وقبلها كان في ورش وعدة اجتماعات مع الجهات للتعريف بمنهجية إعداد الخطة. وتقريبا احنا الحين فتحنا السيستم للجهات لإدخال المشاريع الجديدة اللي تنطبق مع التوجهات والمنهجية والسياسات القادمة. الجهات اللي مدعوة اليوم رح يتم عرض لمنهجية إعداد الخطة والسياسات والمحاور القادمة في الخطة، بالإضافة إلى الركائز والمؤشرات العالمية. وفي نهاية العرض راح يتم النقاش مع الجهات للإجابة على استفساراتهم، والأتوقع أن اليوم موجودين جهات حكومية وجهات المجتمع المدني، بالإضافة إلى جهات من القطاع الخاص والوكلاء المساعدين لشرح المنهجية للخطة القادمة، واللي تعتمد طبعا على اشتراك القطاع الخاص، ونحن نخفف من العبء الحكومي ونحول دور الحكومة من المشغل إلى المنظم، وهذا الهدف الأساسي في الخطة القادمة.